وقد جعل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى تحدى العرب الذين كانوا فصحاء بلغاء، كانوا يتبارون بالفصاحة والبلاغة، تحداهم أن يأتوا بمثل أقصر سورة في القرآن الكريم، فلم يستطيعوا بل عجزوا عن مقاومته. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالقرآن الكريم هو وحي منقول إلينا تواترا، ففي كل حين هو كما أنزل، ودعوته عامة دائمة إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وروى البخاري بالإسناد المتصل إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. الحديث رواه ابن ماجه.